السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف في البريكس اب ازاي اعمل تنظيم للشغل بتاعي. خلينا نفتح مثلا مشروع هنا، وهاجي هنا على الرود ماب، فبيقول لي انت ما عندكش مراحل لغاية دلوقتي، تمام؟ فممكن اقول له اد ستيج، واقول له مثلا ستيج 1 ستيج 2، او دي مرحلة مثلا بري ديزاين. السيلكت ستيتس ممكن ان بريبيرنج، الورك فلو لسه ما عملناش اللي بقى نعمله، الستارت ديت وليكن مثلا من يوم 16 ل 11 الشهر اللي بعديه، وقول له سبميت. دي اول ستيج، تقدر تضيف اكتر من ستيج اهي، اد ستيج، وتقول له مثلا دي مرحلة الديزاين برضو. ممكن نخليها ستارت مثلا، ودي خليها مثلا هنا، يقول لي are you ready to start stage design from كذا كذا كذا. هيتبعت لكل أعضاء الفريق إن إحنا هنعمل المرحلة ديت. لو أنت حركت دي كده هتلاقي البري ديزاين والديزاين. طيب لو انت عايز ان انت ممكن تحرر بيه براحتك خالص، ممكن تيجي بعد كده تقول له لا ده الفترة هي تقدر تغيرها بشكل سهل ولذيذ. طيب احنا قلنا ان احنا هنشتغل بالاجايل، فممكن تقول له ايه انا عايز هنا في البري ديزاين اضيف سبرينج، فهاجي هنا واقول له انا عايز اضيف سبرينج، وهد تقول له مثلا سبرينج 1، تمام؟ وتبدأ تختار التاريخ اهوت، ممكن ده برضو تيجي هنا وتقول له انا عايز اديت سبرينج، ممكن تقول له ستارت سبرينج او شو توبيك او ممكن اجي هنا اقول له اد سبرينج 2، على اساس ان المرحلة تبقى طويلة فاحنا بنقسمها لاجزاء. سبرينج 2 هندخل لها التاريخ، تقدر تخليها مثلا من هنا لهنا كده مثلا. السبرينج دي ممكن تقول له انا عايز توبيك مثلا اد فلور، التيم مين التيم اللي هيعمل الحاجة ديت، التيم بتاع الديزاين مثلا، التوبك بروبرتيز هتقول له ورك فلو والاستيميشن قد ايه، الستيج بتاعتها موجودة فين في الديزاين، البريوريتي السبرينج، الاساينت مين اللي هيعمل الحاجات ديت، الباكج الاند ديت، وتقول له كرييت، يبدأ يعمل لك سبرينج. تقدر تضيف اكتر من توبيك في المشروع دوت، تمام؟ اول ما تدوس عليه هيبدأ يفتح لك ايه الحاجات اللي موجودة، ويبدأ يبعت ايميلات في التاريخ بتاعتها، فيبقى في ادارة كويسة جدا للمشروع كله ان شاء الله.